إلى التعرف على مشكلاتهم ومطالبهم إلى جانب تعريفهم بتطورات الأوضاع على الساحة المصرية وما تبذله الدولة من جهود لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين. كما نتابع مع حضراتكم الآن استقبال السيد رئيس الوزراء اليمني من قبل وزير الطيران السيد شريف فتحي للمشاركة في أعمال وفعاليات منتدى شباب العالم المنعقد بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء. مشاركة الشخصيات المؤثرة في مجتمعاتهم من مختلف الدول وأيضا الكثيرين من الشخصيات البارزة والسياسيين يمثل مدى الثقة في قدرة مصر وأبنائها وشبابها على الإعداد لهذا المؤتمر بالشكل الجيد الذي يليق بمصر وحضارتها وعلاقتها بمختلف الدول والشعوب، ومن أيضا من أجل تبادل الرؤى والخبرات فيما بين شباب مصر وشباب العالم.